مرحبا شيخ مبارك. احنا بنشكرك على رعايتك لجائزة المرأة العربية طوال الخمس سنوات اللي فاتت، وحابين نعرف رأيك فيها، اذا فعلا قدرت تلقي الضوء على انجازات المرأة الجنسية. شكرا اول شيء للمقابله. الانجاز اللي قمنا فيه خلال خمس سنوات كان جيد، لان في نساء كثير يستاهلن التقدير، ولكن اليوم احنا كان تكريم النساء الذي حازوا على الجوائز من السنه الاولى الى السنه الرابعه. السنه دي بلومينج ديلز والاربوم الاورد اتعاملوا مع الفنانه شروق امين، وعملت الواجهه تبعت المحل مخصوصه للاحتفال بالسيدات والسيدات. حقيقه الان كانت اول شيء اتشكر من بلومينج ديلز على رعايتهم الحفل الغداء والتعارف، وكان حقيقة إنجاز جيد وكريم، النسوان حبوا. ثانيا طبعا الفنانة شروق أبدعت، كان مفاجأة ما كنا نقدر نشوف الباترينا من قبل، وأبدعت في رؤيتها لتكريم المرأة العربية. شيخة سعاد، بنرحب بيكي النهارده في جائزة المرأة العربية واحتفالنا بالتعاون مع بلومينج ديلز. حاسة انه جائزة المرأة العربية بتقوم بدورها بانها بتلقي الضوء على انجازات المرأة الكويتية؟ اكيد المرأة، ويعني صراحة كان زين في بعد حق الرجال، لان الشباب الكويتي طموح وعنده مواهب عديدة. الجائزة ميزتها أولا أنها يعني تقدير للمرأة، acknowledgement. ثانيا هي في الواقع تحفيز للنساء وخاصة بناتنا المقبلات على الحياة، بأن هناك من يقدر قدراتهم، من يقدر كفاءاتهم. بالنسبة حق الـ Arab Women Awards، إحنا بالـ 5th anniversary، وطلبوا مني أسوي الويندو ديسبلاي حق الإيفنت هذه الفاخرة. جتني الفكرة إن أخذ موضوع المرأة العربية والسبعين امرأة اللي في الخمس سنوات اللي فازوا، وأخذ ستيريوتايب مع البريكينج ذا جلاس سيلينج، إن شون كسرنا السقف الزجاجي، وأعطي كونسبت يعني فكرة أبستراكت شوية مجردة.